حال الهارب وطاقة الهارب ايه النهاردة في توأم الشعلة؟ الهارب ندمان، وتعبان، متلخبط، وتايه، وحاسس ان كل حاجة مش زي ما كان هو عايزها، مش زي ما كان هو فاكرها. كل الطرق اللي هو ماشي فيها وكان فاكر ان اخرها سعادته، ما لقاش فيها اي سعادة، وكانت كل العلامات في الطرق دي بتقوله ان سعادته في الاخر. هو كان بيضحك على نفسه ولا كان فعلا فاكر كده؟ الهارب مشي في الطريق الغلط، والطريق الغلط ده كان عكس المطارد. المطارد كان ماشي من ناحية، والهارب كان ماشي من ناحية، وعلشان كده ما تقابلوش، وعلشان كده ادوا ظهرهم لبعض، وكل واحد خد طريقه. الهارب لما اختار الطريق ده كان فاكر ان المطارد هيجي وراه زي ما بيجي وراه دايما. مش هقولكوا هيجي معاه، لان الهارب كان دايما بيسبق، كان دايما بيجري، كان دايما بيهرب. ففرصة ان المطارد كان يبقى معاه دي مش موجودة، لكن كان ممكن يروح وراه، والهارب كان عايزه يجي وراه زي ما كل مرة كان بيجي وراه. بس للأسف المطارد لأول مرة اختار طريقه ده. للأسف لمين؟ للهارب، مش ليا يعني. وطبعا لحسن حظ المطارد، أو أخيرا يعني، خد قرار واختار طريقه بدون ما يمشي ورا الهارب وخلاص، بدون ما يطارد الهارب وخلاص، من غير ما يعرف هو رايح فين، من غير ما يمشي وراه وهو مش عارف اصلا الهارب رايح فين. شفتوا بقى المطارد كان بيعمل ايه؟ كان مغمي عينيه، كان واثق قوي في الهارب، كان واثق في حب الهارب ليه كمان. فكان مكان ما بيروح انا جاي معاك يا سيدي، انا مش عايزك، انا ما مستعجل، هاجي وراه برضو. مطارد قلل من نفسه قوي، بجد بجد قلل من نفسه قوي، مسؤول عن نص الحاجات اللي حصلت له على الاقل. والله ده انا كده كرمية. ما ينفعش يقول ان هو اتظلم، هو ظلم نفسه. تمام، كل واحد مسؤول عن قراراته، ودلوقتي هو اخد القرار الصح واختار طريقه. طب الهارب بقى عامل ايه بقى؟ لا الهارب يعني طالع عينه، الهارب بيشوف ايام اللي هو ايه ده، في ايه؟ هو كله ضرب ضرب، نفسه يعيش كام يوم مرتاح البال زي ايام ما كان مع المطارد، مع انه كان دايما يقول انه مش مرتاح، وان هو عايز السبيس بتاعه، وان هو ده، ويقوم يهرب وكده. بس ولا يوم من ايام المطارد كان عنده هدوء نفسي وراحة وسلام كده، وكان مرتاح. دلوقتي حس بقيمة الاحساس ده، وعرفه وفهمه، وبيدور عليه ومش لاقيه. مش بيدور على المطارد، ده بيدور على الإحساس بالأمان، بيدور على الإحساس براحة البال. كان مرتاح البال طول ما المطارد حواليه، جنبه، وراه، معاه. كل الحاجات دي افتقدها، وتأكد، اتأكد 100% أن المطارد هو اللي معاه الأمان وراحة البال. ما كانش متأكد قبل كده، بس اتأكد.
طيب وبعدين ايه برضو الهرب عامل ايه وطاقته ايه برضو هيعمل ايه بقى بعد ما اتأكد وبعد ما الفيلم ده كله حاصل هاي اللي هيحصل؟ حاسة ان في ناس زهقت، انا ما حاسة في ناس اصلا لسه في اول العلاقة، وفي ناس في توائم شعلة قدام جدا، وفي جداد، وفي الموضوع كبير كبير كبير، محتاج صبر يا جماعة لو سمحت. لو مش قادرين تصبروا على الكلام هتصبروا على العلاقة دي ازاي؟ بصوا دلوقتي الهارب زي ما بقول لكم كده عنده الحتة دي، ندمان وتعبان وفاهم دلوقتي حاجات كتير قوي، وصله فكرة أمان المطارد. بس بيعمل ايه بقى الهارب؟ بيحاول يرجع للمطارد ولا بيعمل ايه؟ ده انا هقول لكم بيعمل ايه. بيعمل بلاوي. الهارب بيتصرف تصرفات عكسية رهيبة، عكسية بمعنى ان هو يعني لما تشوف حاله تقول ان هو هيعمل حاجة مش ممكن للمطارد. هو بيعمل حاجة مش ممكن فعلا، بس هل يعني بيصالحه وبيدلعه وده؟ لا، بيخش في علاقات تانية. ايه؟ بيخش في علاقات تانية. عمال بيحاول يدخل في علاقات كتير. يعني مش عارفة هو مثلا داخل في العلاقات دي كلها مرة واحدة كده بينقي منهم، ولا بيعمل ايه، ولا بيشوف هيقدر ينسى المطارد مع مين، ولا بيقنع نفسه انه عادي جدا، ما انا اهو عادي، انا هبقى مع ده وهبقى زي الفل عادي. مش مفهوم قوي كل هارب بيفكر ازاي او باي طريقة، بس اغلبية الهاربين حاليا داخلين في علاقات وخلاص. ممكن تلاقي واحد مثلا عربي او مصري او كده او ده يكلم حد واحدة اجنبية مثلا، لو هو هارب راجل يعني، تلاقيه بقى بيكلم واحدة اجنبية كده ودخل في المدة. تلاقيه مثلا جايب بقى من القديم على الجديد بيكلم واحدة مصرية. طيب هو بيحس بايه لما بيعمل كده؟ بيحس بايه؟ بيحس بولا حاجة. بيحس ان هو برضو مشدود للمطارد وبيحبه، وان مفيش احساس ولا حب زي حب المطارد. يعني كل ما بيدخل في علاقات اكتر، وكل ما بيخونك اكتر، كل ما بيحس ان انت وبس اكتر، فبيبقى عامل زي الاستك اللي بيروح قوي بعدين مراجع لك بسرعة جدا جري. ليه؟ ما هو بيكتشف انه ما فيش الكلام ده. بيقعد يقنع نفسه كمان اللي هو على فكرة المطارد مش فظيع، يعني ما هوش يعني حاجة كده ما حصلتش في ايه، على فكرة مش حلوة قوي اصلا، على فكرة رفيع قوي، على فكرة تخين، على فكرة مش طويل، على فكرة قصير، على فكرة المطارد مش امور زي ما عرفش مين، مش كيوت زي مش عارف ايه كده. بقى يقعد يقنع نفسه هو انا ليه اصلا بحب المطارد. لا لا لا، هو داخل في مود كده اللي هو ايه، على فكرة انا بحبش المطارد، انا بتهيأ لي، عارفين كده. بقى معرفش بقى احبط من المطارد ولا متضايق منه ولا ايه، فهو ايه بيفكر بالطريقة دي. فبعدين بيجي يفكر بقى بالطريقة دي يلاقي نفسه يرجع تاني. طب وبعدين يا اعماق، طب ما انت كل مرة تقول لنا الكلام ده وغيرك يقول لنا الكلام ده، وقنوات تانية تقول لنا بقى الكلام ده، والهارب راجع واكيد راجع، ونقعد نستنى يقوم راجع عامل حاجة unexpected خالص. ايه؟ ويلف ويرجع تاني. بعد كده تقولوا لنا راجع ويرجع ويعمل حاجة ما لهاش علاقة بالموضوع. طب وايه اخرتها؟ ايه هيفضل كده بقى على طول ولا ايه؟ اروح انا اشفي وفوق انا طيب، ولا نعمل ايه؟ اللي هو انا حاسه المطاردين اتخنقوا خلاص، يعني خلاص بقى اللي هو ايه يرجع بقى ما يرجعش، انا مش هيلاقيني، مفيش الكلام ده. والله لو عمل ايه، بص هو هيرجع وممكن يرجع برضو بمفاجآت جميلة زي دي. ما شاء الله كل شوية يرجع بحاجة، يعني يرجع بحلول غريبة، جواز سري،
لا معرفش يرجع مثلا بإيه، عايز ياخد توك توك ويجري، حرامي غسيل قوي في نفسه، او مثلا عايز او يرجع مثلا ويقوم هوب يخونك ويقعد بقى في علاقات كتير والكلام ده وينكر حبك. طب وبعدين بقى يعني، وبعدين ما شاء الله ياما في الجراب يا حيوي، ما عندوش مشكلة، عنده حاجات كتير يعني، كل مرة يطلع لنا حاجة جديدة، متنوع جدا في افكاره وفيري كرييتيف ما شاء الله. طيب وبعدين برضو يعني ايه، هو بني ادم يعني، هو توأم شعلة بس هو بني ادم يعني، ما هوش نازل من السماء. انت كبني ادم بتبقى النهاردة ناوي ان انت تتغير وتقول لنفسك انا بكرة انا هصحى بدري وهعمل معرفش ايه وهبطل كذا وهبطل ان انا مثلا اشرب مشروبات غازية او ان انا مثلا هبطل اكل حاجات فيها سكر او قرارات كتير كده بتاخدها انت كبني ادم انسان طبيعي يعني. هل انت القرارات الصغيرة اللي انت بتاخدها في حياتك دي فعلا بتعملها، فعلا بتقدر ان انت تعملها وقتي في نفس الوقت كده، ولا كل مرة بتحاول كل مرة بتقول انا هعمل وهعمل وهعمل وتلاقي نفسك ما عملتش وعملت حاجة تانية خالص؟ هو كمان كده، هو كمان بني ادم، ممكن يكون اللي جواه ان هو يعمل حاجات كتير قوي ليك، بس ساعات بيعجز، يعجز من نواحي كتيرة يا جماعة، ماديا نفسيا حسب كل قصة. والنبي والنبي بلاش في الكومنتات، والله الكومنتات دي انا ما برضوش اصلا اعمل لها بابلش بجد، في كومنتات يا جماعه ما بتظهرش اصلا صدقوني، مع انها بتبقى مستفزه قوي وعايزه ارد عليها، بس يعني ايه، لا مش هخليها تظهر. وان اي حد يجي يقول لي على فكره انا الهارب بتاعي انتحر مثلا، على فكره انا الهارب بتاعي اتجوز امبارح مثلا، طب هو يعني قصتك او قصته العالم كله ماشي عليها يعني؟ لازم الطاقة تبقى بحذافيرها عليكم يعني. والله أنا لو أنا يعني بقول الطاقة بتاعت شخص واحد بس أكيد مش هطلع أقولها في فيديو، هكلمك في التليفون أقولها لك يعني. فيا جماعة والله الطاقة عامة، والله والله الطاقة عامة بجد. فالهارب فلان اللي اسمه فلان ممكن يكون فعلا كان ناوي يعمل كده، بس في حاجة معجزة معاه ماديا. ممكن فلان الهارب التاني في حاجة معجزة معاه نفسيا، حسب طبعا كل هارب وحسب كل توأم شعلة، ما احناش ماشيين بكتالوج كلنا يعني. لو في 100 توأم شعلة دلوقتي مثلا بنسمع الاوديو ده، هل احنا كلنا يعني بنعمل نفس الحاجة؟ اكيد لا يعني، مش منطقي ده، احنا كده هنبقى يعني ايه، يعني هنبقى مش بني ادمين اكيد يعني. فدلوقتي الهارب ده بيبقى ناوي ان هو فعلا يعمل حاجات كويسة، وان هو بقى يقوم ويعمل وهتغير وهبطل سجاير ومش عارف ايه، وانا هعمل كل حاجة عشان المطارد يرجع لي وبلا بلا بلا. يصحى يلاقي كل حاجة مش مساعدة في اي حاجة، حتى المطارد ترخ مرزع الباب في وشه مثلا، في هاربين بيدرزع الباب في وشهم جامد يعني بالطريقه طبعا، وفي هاربين المطاردين مواربين الباب شويه بدون ما يضعفوا، فدول برضو مسلكين شويه ايه للهارب طاقه حلوه انه يعمل علشانها. بجد الحاجات دي بتفرق، التفاصيل دي بتفرق، علشان نقدر نحكم على اي علاقه محتاجين نتكلم فيها كويس قوي. عارفين انا بفكر انه ممكن لو في كل شويه حد يبقى عنده قصه او استشاره ممكن نعمل عليها حلقه وكلنا نتكلم فيها، توقف مثلا نتناقش فيها، يبقى ليها حلول، يبقى ليها وجهات نظر، علشان حتى كلنا نستفيد. لانه ساعات بيبقى فيه توأم شعله مزيف وما يعرفوش، هم ضايعين وقتهم على الفاضي. وساعات بيبقى فيه توأم شعله حقيقي ويفتكر نفسه مزيف وللأسف يتخلى عن العلاقة وما يصدقش فيها وينكر كل حاجة فيها، وده مش صح طبعا. فالهارب الطاقة الحالية زي ما بقول لكم كده، هو بيهرب من حبك، بيحاول يقنع نفسه انه ممكن يحب حد تاني، والنتيجة بتكون في صالحك يا مطارد.
كل ما بيحاول يقنع نفسه بحد، الحد ده بيخسر وانت بتاخد نقطة زيادة، فانت كده كده بتكسب الجولة دي باكتساح. فالهارب بيكتشف انه ملوش غيرك وملوش حب غيرك، واصلا لو كان بيعرف او بيفتكر نفسه بيحب قبل ما يقابلك، قبل ما يشوفك، قبل ما يعرفك، فهو دلوقتي مش هيعرف يعمل ده، مش هيقدر. بعد ما شافك ولمس حبك وحبك لمسه من جواه قوي، خلاص خلصت، مش هيعرف يحب حد غيرك، مش هيعرف يعجب حتى بحد غيرك، مش هيعرف مهما حاول يهرب من حبك، برضو هيلاقي نفسه غرقان في حبك من 10 دور، من الدور 20، 30، 40، كل مرة هيغرق أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، وهيقع من الدور 1,000,000 في حبك. انت يا متوارد، كل ما يهرب هيلاقي نفسه عندك انت برضو، وهيرجع لك انت برضو. يهرب مهما ما يهرب يعني، برضو هيرجع عندك انت، هيرجع بس هيرجع يعمل ايه دي بقى؟ محدش عارف. كل مرة هيفاجئنا بس اكيد في مرة هيفاجئنا ويعمل اللي المفروض يعمله، في مرة هيفاجئنا بالتشافي، وفي مرة هيفاجئنا بالاتحاد، في مرة اكيد هيفاجئنا بالنهاية السعيدة لتوأم الشعرة والاتحاد. امتى المرة دي؟ محدش عارف، وكل قصة وليها وقتها، اللي متحدد له الوقت الصح.